أكد وزير خارجية لوكسمبورغ جون إيسلبورن تفهم بلاده موقف مصر من قضية سد النهضة لما للمياه من أهمية في حياة المصريين، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع للمساعدة في إيجاد حل لقضية سد النهضة. أنني أتفهم موقف مصر حيث أن مياه النيل هامة للغاية للملايين من المصريين، وآمل أن التعاون والمسؤولية الدولية ستساعد على إيجاد حل لهذه القضية. لا نستطيع أن نجبر الشعب الأثيوبي على حل، ولكن سنساعد على إيجاد حل.